بالفعل اليوم الثاني على التوالي استؤنفت حركة دخول المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم عبر ميناء رفح البري من أجل يعني رفع كاهل المعاناة نوعا ما عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم شهد ميناء رفح البري عبور 84 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإعاشية وأيضا الوقود والمواد البترولية. 80 شاحنة من تلك هذه الشاحنات كانت محملة بالمواد الإغاثية والإعاشية، وأربع شاحنات كانت محملة بالوقود وتحديدا بالغاز، وكانت تحمل بين جنباتها نحو 88 ألف متر مكعب من الغاز، دخلت إلى معبر كرم أبو سالم. هذه الشاحنات الأربع أفرغت حمولتها بالكامل ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، وأيضا نحو 25 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإعاشية والمستلزمات الطبية أفرغت حمولتها بالكامل في الأماكن المخصصة لها، الأماكن اللوجستية المخصصة لها في معبر كرم أبو سالم، ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. ولكن كعادتها سلطات الاحتلال تعنتت ورفضت ثمان شاحنات من هذه الشاحنات الغذائية التي كانت تحمل بعض المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع، كما تركز دائما وأبدا سلطات الاحتلال في وضع العراقيل ورفض المساعدات الأساسية التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة. هذا هو المشهد لدينا الآن، وسنوفيكم بما هو جديد في الخدمات الإخبارية القادمة إن شاء الله.